طاقتك انت في الاول يا برج الاسد، انا شايفه طاقتك فيها يعني فيها رغبه في استقرار او تقدم يعني، بس في حاجه موقفاك، يعني حاجه موقفاك ومحيراك، انت في خطوه عايز تاخدها تجاه شيء بقى، لان دي بتكون طاقتك العامه، مش فمش شرط تكون تخص العاطفه بس، دي الطاقه بتاعتك. انت عندك رغبه في التقدم تجاه شيء او تجاه شخص، لكن انت محتار بشان الشخص ده. ممكن يكون الشخص ده متزوج، ممكن تكون انت اللي متزوج، ممكن في حاجه بتمنع الخطوه اللي انت عايز تاخدها تجاه شخص ما، وانت لسه محتار في الخطوه دي او مش عارف تاخدها ازاي في المرحله دي، او تجاه حاجه يعني، ممكن حاجه تخص العمل او حاجه تخص الاهل او حاجه تخص اي تطور انت عايز تعمله في حياتك في الفتره الجايه، في خطوه انت عايز تنتقل ليها لكن انت محتار في الفتره دي. لو على مستوى العمل ممكن تكون انت في حاجه عايز تبدا فيها، عايز توصل لوضع مستقر ما، عايز توصل لوضع ما في العمل، او تبدأ في شيء مثلا وتكبر فيه، لكن انت في ممكن تكون بتمر بأزمة في الوقت الحالي، ممكن لو انت عايز تبدأ مشروع فالفلوس مش مساعداك في الوقت الحالي، فانت بتوازن في شيء يعني، سواء على المستوى العاطفي او على مستوى عملي مادي اجتماعي ايا كان يعني. فدي الطاقة بتاعتك انت برج الاسد في الوقت الحالي، طاقة شريكك. طاقة شريكك ممكن الشخص ده ممكن يعني لجزء كتير منكم ممكن يكون في زواج فعلا، ممكن يكون متزوج كتير منكم هو في زواج، لكن الشخص ده فيه مشاعر ناحيتك. لو هو في زواج، ممكن يكون الشخص ده بيبص عليك، بيراقبك، ممكن في بينكم ذكريات كتير قوي حلوة، ممكن انتوا بعيد عن بعض دلوقتي وانت وحشه او بيفكر فيك كتير. لو هو زوج بالنسبة لك انت، فالشخص ده بيفكر في الايام، في الذكريات، في الحاجات اللي كانت ما بينكم يعني. يعني يا اما هو زوج ليك يا اما هو حد متزوج، يعني كل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه، وخليكم فاكرين ان دي قراءة عامة يعني. لكن هنشوف دلوقتي برضو كل فئة من فئات البرج ايه متوقع ليها. مشاعره تجاهك الشخص ده ايه؟ اقول لكم الابراج والطاقات الموجوده الاول. انا شايفه برج العذراء، حمل، اسد، ميزان، دلو. دي الابراج اللي موجوده هنا كمان، في ممكن دي بتشمل كل الابراج. الطاقات موجوده، كل الطاقات الاكثر الترابيه، علاقه فيها بطء، فيها مراقبة كتير من بعيد، فيها رغبات في استقرار لكن لسه مش موجودة. هو مشاعره من ناحيتك في الوقت الحالي او في الطاقة الحالية، شايفة ان مشاعره، هو شايف ان العلاقة دي علاقة صعبة ومحتاجة منه ان هو يبذل مجهود، او محتاجة منه، وشايفها كمان علاقة قدرية، وشايف كمان ان هو محتاجة منه مجهود كتير، لكن هو مش في ايده مثلا يعمل حاجة في الوقت الحالي، وبيكتفي بالمراقبة، بالنظر من بعيد. الشخص ده كمان ممكن يكون حصلت له حاجة في علاقات قبل كده، هقول لكم كل الاحتمالات. وهو بقى حذر من ناحية العلاقات العاطفية، او هو شايف انك انت كده، او انك لسه في حاجة يعني، لسه في حاجة انت مخرجتش منها. فدي مشاعره تجاهك في الوقت الحالي، هو شايف ان العلاقة فيها صعوبة، شايف فيه مراقبة، شايف فيه احساس بان هو شايف ان العلاقة دي علاقة قدرية. تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة، تفكيره هو كمان، لكتير منكم ممكن تكون يعني العلاقة فيها منفصلين. هنا العلاقة الموجودة هنا، في جزء منكم منفصلين وفي جزء منكم كراش.
تفكيره فيك يا برج الأسد في طرف تالت في الموضوع. الشخص ده عايز يبدأ معاك أو يتقدم ناحيتك خطوة، شايفة فيه مشاعر لسه في بدايتها. بالنسبة لتفكيره شايفة العلاقة فيها مشاعر لسه في بدايتها، أو عايز يبدأ معاك من أول وجديد. تفكيره فيك إنك أنت شخص جميل، شخص مميز، شخص ناجح، شخص طيب، شخص متواصل جدا. يعني هو ممكن يكون بيشوفك إنك أنت ممكن تبان إنك منعزل أو كده، لكن الشخص ده عنده إحساس بيك عالي جدا. حتى لو هو كراش عنده إحساس بيك عالي جدا، إنك أنت شخص يعني بتحب إنك أنت تحقق نجاح. في نفس الوقت أنت مش شخص يعني لا أنت أرضي قوي ولا أنت روحاني قوي، يعني أنت شخص متوازن. فهو بيشوفك بالشكل ده، لكن هو الشخص ده في تفكيره فيك، إما الشخص ده شايف إنك أنت في علاقة بس أنت هنا لوحدك وهو لوحده، بس هو هنا اللي في علاقة. في حاجة تخص طرف تالت، الشخص ده قلبه موجوع من حاجة ودي موجودة في تفكيره وانت مش طالع من تفكيره، لكن بيفكر فيك بشكل ايجابي. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. الشخص ده في نوايا تجاهك او تجاه العلاقة، هو الشخص ده بيبحث عن توازن. هو مش مبسوط. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الشخص ده بالنسبة لكتير منكم، يعني اللي توافقت معاه القراءة ان الشخص ده في زواج بالفعل، الشخص ده لو هو في زواج فزواجه مستقر وهو عنده فيه سيطرة حكم كده، لكن في حاجة تعباه. او لو انتوا مع بعض او الزواج ده منك انت، فبعدكم عن بعض مخليك يعني الشخص ده انت وحشه جدا، بيفكر كتير في علاقتكم وشكلها وذكرياته وكده. في نواياه الشخص ده عايز يعمل توازن بالنسبة للأحاسيس اللي هو بيحسها. يعني هنا هو عايش وضع، دي طاقته، ده عايش وضع بالفعل. هنا في مشاعره تجاهك فيها شوية لخبطة. في تفكيره فيك انت عاجب الشخص ده جدا، لكن في حاجة مشكلة عند الشخص ده فيما يخص علاقة ثلاثية أو حاجة حصلت في حياته قبل كده. بالنسبة لنواياه نفس الشيء. فالشخص ده بما ان هو عنده كل ده فهو عايز يعمل توازن، عايز يعمل توازن فيه لنفسه هو. الشخص ده لو انتوا اصدقاء، زملاء عمل، او في بينكوا اصدقاء مشتركين او كده، فالشخص ده عايز يخلي العلاقة تبدأ من المنطلق ده. يعني العلاقة تاخد وضعها في الحالة دي لوقت، يعني يكون فيها انتظار شوية، يعني ما يروحش الحاجة بشكل مباشر او على طول. الشخص ده بيبحث عن اتزان. كمان الشخص ده واضح ان هو من الشخصيات الناضجة، بيفكر بشكل عقلاني، بيهمه قوي مظهره ومنظره ووضعه الاجتماعي. في حاجات كتير قوي بيفكر فيها غير المشاعر والحب، ودي مهمة بالنسبة له. فبالتالي هو ما يقدرش ياخد مراحل متهورة في العلاقة. دي اكتر حاجة انا شايفاها. الشخص ده ممكن تلاقيه مختفي عنك في الفترة الحالية او بيروح ويرجع كتير. هو شايف انك انت شخص غامض، انك انت بعيد عنه جدا. في حاجة الشخص ده مستني ان هو يوصل ليها، ومستني كمان ان هو يوصل ليك، يعني يوصل ليك في طريقة تفكيرك، يوصل ليك لو انت اعلى اجتماعيا او ماديا او ايا كان. فالشخص ده في حاجة بيفكر فيها في الوقت الحالي. الشخص ده عايز غير ان هو يتوازن بينه وبين نفسه، عايز يحصل حاجة فيها توازن بينه وبينك انت كمان. فدي نوايا. هو شايف انك انت بعيد او الموضوع نفسه بعيد، يعني هو مستبعده الموضوع نفسه. ففي هيحصل تباعد في الفترة دي لوقت ما، لكن التباعد ده
هيكون لتحسين حال العلاقة أو وضع العلاقة، لأن هو غير راضي عنها في الوضع الحالي. ممكن الشخص ده محتاج كمان يعمل شفاء زي ما قلت، محتاج ان هو يعني يتواصل مع ذاته الروحية بشكل أعمق بشكل أكبر، يفكر بينه وبين نفسه، يعني ياخد حالة كده روحانية مع نفسه. لكن في عودة بعد ما الشخص ده يبعد، أو لو هو بعيد بالفعل في الوقت الحالي في عودة ليه، لكن بعده ده هو لإصلاح العلاقة. هو شايف إن العلاقة محتاجة مجهود، محتاجة إصلاح. بالنسبة لخطواته القادمة في حاجتين. لو الشخص ده انتم منفصلين، فالشخص ده يعني هو بيراقبك، بيبص عليك، خايف من الرفض، او الشخص ده شايف ان هو في الوقت الحالي مش العرض بتاعه مش مناسب ليك في الوقت الحالي، يعني هو حاسس ان العرض بتاعه حاليا ممكن يترفض. ده لبعضه يترفض. ليه يترفض؟ لانه هو شايف ان ده شيء مش مناسب ليك، او ان دي حاجة قليلة، او ان الشخص ده لبعضه لسه محققش حاجة انت طالبها منه، او في حاجة كمان تخص اموال، في حاجة تخص عمل، تخص أموال، تخص مستقبل كده. فالشخص ده خايف من رفض. لو هو حبيب أو كراش أو كده، فالشخص ده برضو بيفكر، الشخص ده تهمه كرامته بشكل كبير جدا جدا جدا، فهو خايف. يعني هو في عنده عرض بالفعل، لكن هو هيقدمه، لكن مش بطريقة مباشرة، تحسبا إن يحصل حاجة، إن يحصل رفض، إن يحصل صد أو كده. فهو في عنده حاجة لكن مش هتكون بطريقة مباشرة، ممكن رسالة، ممكن تلميح، ممكن حاجة تخص عمل، يعني تتكلموا مع بعض في شغل أو حاجة زي كده. ممكن كمان يكون عن طريق حد، في حاجة هتكون بداية بسيطة وفيها وسيط، حفاظا على كرامته هو. يعني هو هيكون هو ده اكتر حاجة بيفكر فيها، وضعه شكله، ان هو ما يتجرحش كده. يعني الاوتكم للعلاقة، بعتذر لصوتي يا جماعة، جدا بعتذر، بس مش عارفة في واخد برد او كده. بالنسبة للاوتكم للعلاقة، انا شايفة يعني مفيش احلى من كده. بأيا كان كل اللي حاصل في العلاقة، انا شايفة في تحقيق امنية، في زواج، في استقرار، في نجاح كمان في عمل، في وصول لأحلام. ممكن تعملوا شغل مع بعض كمان، او تكونوا بتشتغلوا مع بعض، لكن في استقرار، في كمان مساعدة هتتقدم لكم، سواء عن طريق حد او مساعدة، يعني في ايد الهية هتتقدم لكم في العلاقة دي لمساعدتكم. في شفاء هيتم كمان من احداث حصلت في الماضي. لو انتوا كراش، ممكن حاجة تخصه هو او حاجة تخصك انت. عايز اعرف في الاوتكم. في شفاء لازم يحصل من حاجة حصلت في الماضي، سواء عندك انت او عنده، او كانت تخصكوا انتوا الاثنين. في شفاء لازم يحصل، لكن العلاقة الاوت كان بتاعها يعني احسن ما يكون، يعني تحقيق امنيات. في فرصة كبيرة جدا لو انتوا منفصلين، في فرصة كبيرة جدا للعودة. لو انتوا بتحبوا بعض او في ارتباط، ففي فرصة كبيرة جدا لزواج. علاقة واخدة تطور بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية ان شاء الله، والشخص ده هو حاسس ان هو لازم يشتغل على العلاقة، لان هو شايف ان هي فيها صعوبات. هنا اقول الشخص ده، انت وهو ممكن انتوا تايهين من بعض دلوقتي، او في حاجة قدرية مخلية كل واحد في طريق في الوقت الحالي، بيشوف حاجة تخصه في الحياة، او بيتعلم دروس خاصة في الحياة. الشخص ده انت وهو هتتجمعوا مع بعض تاني،
ايا كان الوضع اللي ما بينكم، ايا كان تدخلات الاشخاص، ايا كان عدم الثقة ما بينكم انتوا الاتنين، او ما بين مشاعركم، يعني انت مش متأكد من حبه وهو مش متأكد من حبك، او ايا كان ده، ففي توازن هيحصل في العلاقة دي بشكل كبير، وفي لقاء هيحصل. لكن انتوا في الوقت الحالي في دروس بتتعلموها من الحياة، او في حاجة بتتعلموها انتوا لازم تعرفوها كل واحد لوحده في الوقت الحالي، وبعد كده اجتماعكم هيكون بشكل متكامل، لان انتوا شايفين هنا الاجتماع بتاعكم عامل ازاي، في فرصة اللي هي هتتقدم لكم، في تحقيق امنية، في توازن، في استقرار هيحصل. عشان توصل للمرحلة دي في حاجة لازم تمر بيها انت وهو، يعني انت في حياتك او في حاجة انت بتعملها وهو في حياته، او في حاجة هو بيعملها. دي بالنسبة لأيوة، ايوة في لقاء، في اتحاد من اول وجديد. بعضكم ممكن تكون دي علاقة طاقة ان شاء الله للبعض منكم. في لأ، لو خدت بالك هتلاقي ان التلات كروت اللي جم على لأ دول بتوعك انت، يعني ده اسد، ده اسد، ده اسد. لأ ايه؟ برج الأسد، انت ممكن تكون في علاقة بتحاول فيها انك تخبي مشاعرك، انك تكبتها، انك تتظاهر بحاجات هي مش صح، يعني ممكن تكون بتبين انك انت يعني بتتجاهل الشخص ده، او مش عايز الشخص ده في حياتك، او انت مبسوط من غيره، او انت كويس من غيره، وده مش صح. هنا بيقولك انك انت محتاج انك ترجع لبراءتك. انت كبرج الاسد فيك براءة، فيك طفولة، فيك طيبة، فيك اشراق، فيك ايجابية كبيرة قوي ليك واللي حواليك، يعني انت من الابراج اللي تقدر تحقق التوازن والايجابية لنفسها وللاشخاص اللي حواليها وللاماكن كمان اللي تتواجد فيها. فحاول تكون كده، يعني حاول ما تكبتش مشاعرك، حاول ما تظهرش بصورة غير حقيقتك، غير حقيقتك من ناحية ايه، من ناحية مشاعرك. يعني لو انت في حاجة محتاج انك توضحها يبقى لازم توضحها عشان الامور دي تمشي يعني بشكل صح. لو انت في حاجة محتاج انك حتى لو وضحتها بالشكل، لان هنا الشكل هو اللي غلط، انك بتكبت مشاعرك، انك بتبان انك مش همك، انك مبسوط بنفسك وانت لوحدك او كده، وده مش كويس في الطاقة الحالية. بالنسبة للرومانس انجل، زي ما قلت بعضكم هنا ممكن تكون علاقة طاقة ان شاء الله، فيها اختلاف، فيها شوية مش شد وجذب، يعني بعضكم ممكن يكون في شد وجذب، بعضكم في ممكن تكونوا بتتكبروا على بعض في العلاقة. احيانا انت هارب، احيانا هو هارب، احيانا العلاقة بتكون اون اوف كتير، وغير وده بسبب الاختلاف الموجود او احساس الاختلاف الموجود جواكم. اختلاف دي هتكون بحسب طبيعة كل حد فيكم، يعني ما اقدرش اقول ايه هو الاختلاف بشكل مباشر لكذا كام الف بيسمع القراءة. جاية مع دي في مشاعر حب قوية جدا، وجاية هنا يعني انت محتاج فعلا زي ما انا اتكلمت هنا انك تظهر مشاعرك، انك تكون لطيف. يعني انت كأسد زي ما قلنا التلات ورقات دول بتوعك، سيبك من دول في الطاقة الحالية اللي هي الطاقة والإيجو كده، وخليك في ده، يعني خرج الطفل اللي جواك، البراءة اللي جواك، اتعامل بفطرتك. انت من الأبراج اللي موضوع الفطرة مهم جدا في تعاملاتهم، ما بيقدرش يبقى كده كتير، او بيبقى كده في حالات معينة او اوقات معينة، لكن هو باقي وقته او هو من جواه
براءة، طفولة، سعادة، هي دي الحالة اللي انت لازم تعيش فيها. متكبتش نفسك في الفترة دي، ممكن انت ضاغط نفسك، ممكن بتفكر كتير، ممكن محتار، ممكن حاجة، فحاول تخرج من الطاقة دي في الوقت الحالي. ده بالنسبة لبرج الأسد بشكل عام. هناخد بقى كده، ممكن افصل عشان وقت الفيديو ونرجع تاني بعد ما اشيل الوقت. رجعنا تاني، هناخد الصحة، هناخد هكون ده سريع جدا بالنسبة اللي يهمه ده، وهنعرف برضو المتزوجين والمنفصلين والعازبين ايه المتوقع ليهم في الفترة اللي جاية. الصحة بالنسبة لبرج الأسد، الصحة أنا شايفة إنك أنت الصحة أنا شايفة إن هي كويسة، لكن أنت ممكن تكون بتيجي على نفسك في بعض حاجات، أو بتهمل نفسك، اللي هو أكل شرب حاجات زي كده. ممكن تكون أنت محتاج مثلا تاخد نوع من أنواع الفيتامينات، محتاج تقعد في مكان هادي لوقت. أنا شايفة الموضوع نفسي أكتر ما هو صحي. بعضكم ممكن يكون الفترة دي عنده حاجة تخص حاجة يعني تخص النواحي الجلدية للبعض منكم، لكن شايفة بشكل كبير قوي انت محتاج جو مختلف تكون موجود فيه في الفترة اللي جاية. شايفة انك ممكن كتير مثلا بتخرج عن شعورك، بتتعصب، شايفة للبعض منكم ممكن تكون بسبب عدم قدرة على التعبير في الوقت الحالي. ممكن بعضكم بيعاني من مشكلة في الحلق زي كده، فدي اكتر حاجة انا شايفها موجودة عندك في الصحة. فحاول تهتم بنفسك في الفترة دي، يعني اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها حاول انك تتعامل معاها بالشكل الصح، يعني ما تأثرش من ناحية صحتك. العمل بالنسبة لبرج الاسد، العمل بالنسبة لبرج الاسد، ممكن تكون انت بتحب حد في العمل يا برج الاسد، او بتحب حد ومش بتراقبه ومش قادر تتكلم وبتفكر كتير قوي في الموضوع، مشغلك جدا. كمان البعض منكم ممكن يكون الناحية العاطفية مأثرة على الناحية العملية او على انجازاتك العملية في الوقت الحالي، لانك ممكن مش مستقر، بعضكم مش مستقر عاطفيا. و شايفة كمان ممكن بالنسبة للعمل انت بتفكر في حاجة او عايز حاجة تعملها جديدة، او منعزل الفترة دي، او متباطئ في عملك في الفترة دي. شايفة كمان ان موضوع الاموال شغلك، يعني او ده مؤثر معاك في موضوع الفلوس، يعني مخلي انجازاتك بطيئة، فبالتالي فلوس بسيطة. انت عايز تتحرر من الطاقة اللي انت فيها دي، عايز تبدأ بداية جديدة، عايز تغير مكانك، عايز تعمل تغييرات، انتقالات، يعني عايز تبتدي تغير، وهو ده اللي انت بتفكر فيه في الوقت الحالي، علشان انت مش عاجبك الوضع اللي انت عامله في الطاقة الحالية. ده من ناحية العمل. الاموال ممكن بعضكم برج الاسد يكون بيرفض مساعدات، او عنده عزة نفس من ناحية المساعدات، او هو طلب حاجة من حد والحد ده رفض، لكن انت ما تفكرش في الحد ده كتير، او ما تفكرش في المتاح، او ما تشغلش نفسك باللي انت النواحي اللي انت حاطط عليها الامل بالنسبة للناحية المادية، لان بيقولك ان ممكن حاجة تانية تجيلك من ناحية تانية خالص غير الناحية اللي انت بتفكر فيها. ده من ناحية الأموال لبرج الأسد. في حقوق هترجع لك. انت بتفكر كتير قوي في حاجات حصلت معاك، في خسارة خسرتها، في حد طلبت منه حاجة ورفض، او انت كون كرامتك بتعز عليك انك تقبل حاجة من حد، لكن في حاجة هتجيلك من اتجاه تاني خالص، والحاجة دي هتحقق لك توازن، وهتحس انك انت خدت حقك، او هتكون العدالة بالنسبة لك. لكن حاول تخرج من طاقة سلبية او تفكير في المال بشكل سلبي. المال تردداته عالية، فعشان انت توصل للميل لازم انت كمان تكون تردداتك عالية. انا شايف هنا في الناحية المادية عندك المشاعر طاغية قوي، يعني كلها كابس،
مشاعر طاغية قوي، فدي مخلية ومشاعر سلبية كمان. بعضكم كمان ممكن تكون انت مربوط مثلا بكارمة شخص من ناحية المال. حاول تحط نوايا لنفسك يا برج الأسد، انوي انت لنفسك عشان ما تكونش مربوط بكارمة حد مثلا حالته المادية متعثرة، او انت بتفكر في متعنت قوي مثلا في تفكيرك، او بتفكر في نواحي معينة يعني مش موسع مجال تفكيرك، او بس تحت رجليك شوية في الفترة دي. فخلي بالك من الموضوع، خلي بالك من طريقة تفكيرك ومن المشاعر اللي بينتج عنها طريقة تفكيرك، لان هو ده بناء عليه بيكون الوضع والحالة اللي انت عايش فيها. تغير طريقة تفكيرك فتتغير مشاعرك فيتغير الواقع اللي انت بتعيش فيه. خلي دي قاعدة عندكم عارفينها. السفر ممكن تكون انت كان نفسك في حاجة رفاهية، تتفسح، تروح مدينة تانية غير اللي انت موجود فيها، لكن موضوع الفلوس عامل معاك اللي هو انت بتتعامل في الوقت الحالي ان فلوسك على قدك، يعني ما ينفعش انك تاخد منها رفاهية. مش شايفة أكيد تاني. ممكن يحصل عندك سفر، لكن انت محتاج في الوقت الحالي يعني تدخل منافسة شوية، محتاج انك انت تسترجع قوتك في الوقت الحالي بحيث انك تدخل في شغلك بشكل اقوى، او ايا كان بقى الحق اللي انت عايز تاخده، او التواجد المال معاك، او حقوق ليك مثلا. ممكن بعضكم ممكن عايز هجرة او سفر العمل او كده، فانت محتاج انك انت تكون قد المنافسة، تكون شخص قوي، شخص مقدام، ما تهبش، ما تخافش، ما تحطش نفسك في مقارنات. لازم تبقى قد حاجة انت ممكن تتحط فيها لو الموضوع عمل او كده. لو الموضوع رفاهية او كده، فانت محتاج انك يعني تحقق حاجات شوية الاول في شغلك عشان تقدر تعمل الحاجة اللي انت بتفكر فيها. ده بالنسبة للأسئلة اللي احنا قلناها. ناخد بقى بسرعة العازبين من برج الأسد. برج الأسد العازبين، ليه برج الأسد عازبين؟ انت في وضع معلق، او في حاجة حصلت وانت مستسلم، او عايش دور الضحية في الفترة دي. الطاقة دي مش حلوة، حاول تخرج منها. عازبين برج الأسد، ممكن انت كمان تكون معلق في علاقة ثلاثية مع شخص متزوج، وانت لسه مش عارف راسك من رجليك في الوقت الحالي. المنفصلين والمطلقين من برج الأسد، المتزوجين والمرتبطين من برج الأسد. تمام، زي ما قلت للعازبين، ده الوضع بتاعك في الوقت الحالي. انت معلق في مع شخص في زواج، علاقة شوية فيها صعوبات، فيها تحديات، فيها خوف من كلام، عادات، تقاليد، مجتمع، حاجات زي ما قلت هنا. بالنسبة للعازبين ده وضعك الحالي، عايزين نعرف في تحسن في الوضع ده، في تغيير هيحصل في الفترة اللي جاية. انت ممكن تعمل ايه؟ يعني نسأل شوية بالنسبة للعازبين من برج الأسد بسبب التعليقة اللي انت متعلقها دي. يمكن دي في ايدك على فكرة. شايف كله بيقولك ايه؟ طيب، احنا قلنا الوضع اللي انت موجود فيه، ممكن الشخص ده يكون انت في الوقت الحالي انت ما تعرفوش كويس، يعني او ما تعرفش عنه كويس، او اللي انت فاهمه عنه مش هو الصح ومش هو الحقيقة. حاول انك انت تستعيد نفسك يا برج الأسد. انت محتاج تستعيد نفسك، ثقتك بنفسك، شخصيتك الأصلية. حاول ترضى بكل، يعني اعمل لنفسك محيط ايجابي، اعمل لنفسك هالة ايجابية. حاول انك تركز في نفسك انت وتنجح مع نفسك، ما تقفش في الوضع ده كتير، ده وضع متعب. يعني اعدل نفسك،
انجح في شغل، انجح في دراسة، طور في نفسك، طور في شخصيتك، روحانياتك، حاول تعمل حواليك طاقة إيجابية، حاول تركز في حاجات تخصك انت بحيث انك انت تنجح وتعمل الهالة اللي حواليك هي اللي بتجذب لك المناسب ليك او اللي انت عايزه. شايفة كمان ده بالنسبة للعازبين من برج الأسد. بالنسبة للمنفصلين والمطلقين من برج الأسد، أنا شايفة في مراقبة، شخص ممكن اون اوف كتير، شايفة شخص ممكن تكون استغلك ماديا، استغلك عاطفيا، شخص مراوغ لعبي بيراقبك. هنا كمان بيقول لك خلي بالك من العلامات الحمراء، هو الشخص ده بيراقبك وبيراقبك، منتظر يشوف منك حاجة، رد فعل او يشوفك انت بتعمل ايه. من الواضح هنا انك انت هتقفل الصفحة دي. بالنسبة للمنفصلين المطلقين، من الواضح اللي كتير منكم ممكن هيقفل الصفحة دي، يبدأ حاجة جديدة في حياته او هو نهاية بالفعل. وهنا كمان بيقول لك انك تخلي بالك، وهنا كمان ده مناسب، يعني ان بيقولك ان في حاجة تانية ممكن تكون افضل، افضل من الطاقة دي او من العلاقة دي. طبعا كل حد ياخد المناسب بالنسبة له، يعني انا مش بقولك انك انت تعمل كده او في حاجة بالفعل افضل. انا شايفة العلاقة فيها كان فيها استغلال، علاقة اون اوف كتير، شخص متلاعب. وهنا كمان بيقول لك خلي بالك، ممكن الفترة اللي جاية كمان تخلي بالك أكتر لأن الشخص ده بيراقبك. وشايفة كمان كتير منكم أنت بالفعل بتبدأ حاجة جديدة في حياتك، وبيقول لك في حاجة تانية أحسن، ممكن تكون أنت عارف يعني في حاجة تانية أحسن. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين، متزوجين والمرتبطين، شايفة في ممكن عمل بيجمعكم، شايفة في اطفال كتير منكم، بعضكم لو انتوا بتشتغلوا حاجه مع بعض او الناحيه الماديه او العمليه مأثرة في علاقتكم او في ارتباطكم او كده، ففي تحسن هيحصل. يعني انت دلوقتي لو انت حاسس بعدم توازن وفي مشاكل حاصله عائليه بسبب الشغل، بسبب الفلوس او الحاجات دي كلها، ففي تحسن هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله. وخلوا بالكم او كده من موضوع الاطفال او اهتمامات اطفال او كده. يعني لو ده جانب، في جانب تاني ممكن للبعض، ممكن يكون انتوا في تدخلات من اهل، من اصدقاء او حاجة، فبيقولك خلي بالك من نقطة زي دي لانها بتخلي بتعمل توازن العلاقة، يعني بتفسد توازن العلاقة، فخلوا بالكم من النقطة دي. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين، في حاجة ناجحة انتوا هتعملوها مع بعض، في علو شأن هيحصل في العلاقة دي، في تطور هيحصل في العلاقة دي بشكل كبير جدا، يعني في خروج من أزمة بشكل كبير. لو العلاقة دي فيها أزمة فأنا شايفة بشكل كبير في خروج من أزمة. ممكن بعضكم عندكم مثلا مشكلة في الأطفال، ممكن مشكلة إنجاب، ممكن تكون في أطفال بالفعل في مشكلة مثلا من ناحية تربيتهم أو مصروفاتهم أو حاجة زي كده، بيقول لك إن كل ده هي في تحسن. أنا شايفة في وصول لغايات، شايفة في تطور على المستوى المادي والعملي، شايفة في كتير منكم هتعملوا حاجة انتوا الاتنين مع بعض. تمام. هنا يعني ده كارتيس الإيجابية كلها، يعني ده بالنسبة لبرج الأسد مرتبطين. بالنسبة لو انتم مش متزوجين وفي ارتباط بس، ففي ترسيم العلاقة، في زواج ان شاء الله في ال3 شهور اللي جايين هيتم الزواج وترسيم العلاقة، وهيكون فيها خير، العلاقة فيها خير وفيها بركة، ممكن يحصل على طول انجاب او كده، او حمل، او وجود اطفال، او انت متزوج بحد عنده اطفال، او انت عندك اطفال كده يعني. فكل حد بياخد طبعا بالشكل المناسب ليه، لكن في كل الاحوال في خير كتير قوي في العلاقة، في العلاقة دي زي ما قلنا. هنا في خير كتير، هنا في حد تاني احسن، خلي بالك من الشخص ده، خلي بالك هنا، يعني انت في حاجة انت قاعد ملهي في حالك، فركز ايه اللي بيحصل حواليك. وهنا زي ما قلنا ان
واستمع إلى حدسك. أنت كمان بالنسبة لك محتاج إنك تطور في نفسك بالنسبة للعازمين من برج الأسد، محتاج إنك تعرف الشخص ده أكتر، يعني تعرفه على حقيقته أكتر، مش على حقيقته إن هو حد وحش، لأ. يعني أنت حاطط نفسك في قالب صعب، يعني صعب تفهم فيه نفسك، صعب تفهم فيه غيرك، لأ. انتبه لنفسك، دي أكتر حاجة مهمة للعازمين في الفترة.